مرحبا، محضرت لكم اليوم تسريحة مثل ما شايفين كلاسي وكتير حلوة مع لمساتي. خليكن معي لتشوفوا كيف معقول تطلع هيدي التسريحة. بس قبل نحن بحاجة لسفنجة للشعر وبس. إذا بتحبوا تخلوا خصلات على وشكن فيكن تتركوهن، أو فيكن كمان تعتمدوا فرق الجنب من دون ما تنزلوا الخصل، أو كمان فيكن تعتمدوا فرق النص وتردوه كله على جنب. أنا بالنسبة لوجهي رح خلي خصلات صغيرة تنزل لتعطي لوك كيرلي. باخد هول الخصال يلي هن تبع الغرة بتركن وبجمع شعري لجنب ومن خلال المغيطة المطاطية، وأنا استعملت اثنين كرمال ليشد الشعر أكتر، بربط الشعر بهالطريقة. منشد المغيطة منيح على خصلات الشعر، نرجع مناخد هيدي الإبونج ومنفوتها بقلب الشعر. أول شي مننزلها ومنترك خصلات الشعر، كعب الشعر ينزل لبرا بهيدا الشكل، ومنخليهم يلفوا لبرا، ومنبلش نعمل عملية لف الاسفنجة على الشعر بهالطريقة. منحس من خلالها انه الاسفنجة كأنها عم تبلع الشعر. نبرم، منكفي نبرم ومنكفي نطلع الشعر من جوا لبرا بهالطريقة. ما تخافوا إذا طلع خصلات برات الكعكة، لأنه بعدين رح نرجع نبرمهم. أكيد كمان فيكن تنقوا الإبونج تكون أرفع وأصغر، أنا بحبها كبيرة لأنه وجهي كبير. إذا بقي شوية فراغات على الأطراف فيك تزيح الشعر لياخد محله، وهيك بتحصلي على كعكة جانبية. ترم، إن شاء الله تكون عجبتكن هيدي التسريحة. إذا عندكن حيلا سؤال رح كون كتير مبسوطة أني أتواصل معكن. تركولي إياهن بخانة التعليقات، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناة دنيتي وتعملوا لي فولو على فيسبوك وإنستغرام. باي.